السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم إسراء فتحي من قناة مطبخ مامة سول. معانا النهاردة ان شاء الله أكلة متينة جدا، الكوارع. هنعملها بطريقة حلوة جدا، وهنتحرى في الفيديو بتاعنا النظافة علشان طبعا تطلع معانا أحلى شوية شوربة، يمكن كمان هتبقى معانا أحلى من اللي بناكلها في المصمت بكتير. يلا بينا نشوف ازاي هنعمل مع بعض أحلى شوربة كوارع واحلى كوارع ممكن تعملها في البيت. اول حاجه انا معايا الكوارع، طبعا انا غسلتها حوالي 5 مرات لحد دلوقتي، مره بالليمون، مره بالدقيق، ومره بالملح، مره بالخل، وما بين كل مره والتانيه كنت بستنى حوالي 10 دقائق بالظبط علشان طبعا تطلع معانا شوربه حلوه، لان زي ما احنا عارفين هي بتبقى فيها ريحه زفاره شويه، فلازم نهتم جدا بنظافتها وريحتها. معايا فلفل اسمر، انا هستخدمه الصحيح مش مطحون، ورقتين لوري، وبصل حوالي 3 حبات من البصل، و4 فصوص ثوم، طماطمتين كبار متقطعين بالشكل ده. دي كل الحاجات اللي هستخدمها وبس. طبعا الكوارع انا جايباها من الرجل الاماميه علشان بتبقى نسبه الكوارع فيها اكتر بكتير. اول حاجه هنستخدم حله سخنه جدا على النار، وهننزل بمعلقه كبيره من السمنه، ويستحسن ان هي تبقى سمنة زبدة علشان تبقى ريحتها حلوة معانا في الكوارع، او سمنة بلدي. اما لو مش متاح فاستخدمي سمنة عادية جدا. هننزل بالبصل والثوم والطماطم، هننزل فيهم بالفلفل الاسمر وورق اللوري، وهنبدأ نقلب لحد ما الريحة تطلع معانا، هنسيبهم يتشوحوا كويس جدا. وكده خلاص يكونوا اتشوحوا كويس جدا والريحه بدات ان هي تطلع معايا، فهنزل بالكوارع بتاعتي بالشكل ده. وانت بتشتريها من الجزار طبعا هتخليه يقطعها لك قطع صغيره علشان تبقى معاكي حلوه. وهنديلها تقليبه وهنسيبها تتشوح كويس جدا. انا هسيبها على النار حوالي 1/3 ساعة بالظبط. انا مش هستعجل خالص، وهسيبها ان هي تتشوح براحتها، علشان كل ما هتتشوح معانا كويس كل ما هتديكي شوربة حلوة جدا، وكأنك بتشربيها او بتاكلي الكوارع في المصمت بالظبط، هتطلع احلى بكتير كمان من اللي بناكلها في المصمت. وبعد ربع او 1/3 ساعة بالظبط، بعد ما اتشوحت كويس جدا، كان معايا حلة فيها مية بتغلي، هنزل بيها على الكوارع. ولازم طبعا المية اللي هنستخدمها تكون مية مغلية، ما ينفعش مية باردة خالص. هننزل بنص معلقة من السكر، وده سر النهاردة، نص معلقة السكر دي هي اللي هتخلي معاكي الكوارع تستوي في ساعتين وبس، وقت قياسي طبعا لاننا عارفين هي بتاخد وقت طويل جدا على النار، بس جربيها انتي بنص معلقة السكر دي من غير كربونات بقى ولا اي حاجة. طبعا انا هسيبها على النار لمدة ساعتين، وهزودها الملح والنار تبقى معانا عالية، وهرجع لكم تاني. دلوقتي هنعمل مع بعض الصلصه اللي هنغلف بيها الكوارع قبل ما ندخلها الفرن. معلقه من السمنه الزبده، وهننزل عليها بمعلقه من الثوم او 4 فصوص من الثوم، وهسيبهم لحد ما ياخدوا اللون ده اللي هو البني الفاتح، وهننزل عليهم بالطماطم بتاعتنا. هننزل عليهم بنص معلقه من الخل، وده بقى اللي هيدي الطعم الجنان، وربع معلقه من السكر، ونص معلقه من الملح، ربع معلقه من الفلفل الاسمر، وربع معلقه من الكمون. هنديلهم تقليبه، وهنسيبها على النار، نار هاديه طبعا، لمده 10 دقائق بالظبط. وبعد ساعتين انا مش بهدي النار خالص، بسيبها عاليه من اول ما بحطها لحد ما بشيلها من الشوربه. شايفين الجمال؟ عايزه اقول لكم ان ريحتها قلب الدنيا. شايفين لون الشوربه؟ لون الشوربه فاتح جدا، الكوارع مستويه دايبه كده زي ما بيقولوا. شايفين لونها وريحتها جميلة جدا. عارفين بقى لون الشوربة طلع معانا فاتح ليه؟ لاننا طبعا ما حطيناش اي توابل خالص، ولا حطينا حتى فلفل اسمر، لا احنا حطيناه بس عبارة ان هو يكون حب كده، يعني يكون صحيح، علشان الكوارع بتاخد مثلا ساعتين او ساعتين وربع على النار، فالتوابل والحاجات دي هتخلي الشوربة غامقة، علشان كده احنا ما حطيناش اي توابل خالص، واكتفينا بالفلفل الاسمر الصحيح. يا جمالك يا تكاتك حركاتك، يلا قومي بسرعه هاتي كوارع واعمليها بنفس الطريقه دي، هتعجبك جدا باذن الله. طبعا ممكن تاكليها كده من الشوربه على طول،
اصلا هي كده جميله جدا. محتاجه بقى المعلقه وشويه الشوربه دول ونص ليمونه وتاكلي وتدعي لي. احلى شويه شوربه هتعمليهم بالطريقه دي، ولا بقى تقولي لي مصمت ولا اي حاجه خالص، انت هتعمليها ولا كانك في اكبر مصمت ممكن تاكلي فيه كوارع. البيت بقى ونظافته والحاجه البيتي الحلوه، بس كده مفيش اجمل من كده. طريقه سهله جدا وبسيطه وهتطلع معاكي احلى شوربه واحلى حته كوارع ممكن تاكليها. طبعا انا بعد ما بطلع الكوارع مش هزود الشوربه ميه خالص، هسيبها كده علشان تبقى شوربه غنيه ويبقى طعمها حلو. شايفين اللون جميله جدا، اوعي تزوديها ميه، سيبيها زي ما هي كده تاخد غلوه وبالهنا والشفا. تعالوا بقى ما نشوف هنعمل ايه في الكوارع دي. شايفين الجمال، دايبه بتتكلم عن نفسها، تحسها كده مستويه جدا، يعني اول ما تحطها في بقك هتدوق. دي الصلصه اللي احنا جهزناها مع بعض اللي ريحتها قلبت الدنيا جدا. هنبدا ان احنا نغلف ارضيه الصينيه بتاعتنا ونرص الكوارع بتاعتنا في الصينيه. في ناس بتحب تاكلها على طول كده من الشوربه، وفي ناس تبقى بتحبها تبقى متحمره كده واخده لون. جربي انت بقى معلقتين الصلصه دول بالثوم هتدعيلي بجد، بس طبعا احنا مش هنغرقها بالصلصه. شايفين الجمال، دايبه مستويه جدا وريحتها قلب الدنيا بجد. الكوارع بقى غنيه عن التعريف، كلنا عارفين قد ايه هي مفيده، فجربيها بالطريقه دي. وهنبدا ان احنا نغلف الكوارع بتاعتنا او ندهنها كده بالصلصه بتاعتنا الجنان دي. ريحه الكوارع مع ريحه الصلصه لقلب الدنيا بجد، اكله حلوه جدا وتدفي في الجو الشتا ده. في ناس بتشوف او بتقول ان هي يعني اكله صعبه وبتاخد وقت لا انا شايفه ان هي اكله سهله جدا، خطواتها سريعه مش محتاجه اي وقت خالص غير وقت استوى وبس، لكن لو على الخطوات بتاعتها فهي سهلة جدا وتحس ان انت بتعملها بمزاج كده، اكلة حلوة. جربيها بنفس طريقتي وهتدعيلي بإذن الله. مغرفة شوربة كوارع، وهننزل بيها على اللي باقي من الصلصة ونديلهم تقليبتين، واعملي بيها احلى طبق فتة وادعيلي، بس اوعي برضو تنسي تكتبيلي رأيك بكل صراحة. وبكده نكون احنا غلفنا الكوارع بالصلصة، وكمان هنعمل بالباقي احلى طبق فتة ممكن نعمله جنب الكوارع اللي اتجنن دي. بس كده هندخلها الفرن وهنشغل لها الشواية ونسيبها 5 دقايق. وبعد 5 دقايق شايفين لونها، يا جمالك يا تكاتك يا روايحك، يا احلى كوارع ممكن تعمليها في البيت بنفس الطريقة دي. الصلصة مديالها لون حلو جدا، متحمرة حلو جدا. طبعا مش هنحمرها قوي علشان تفضل معانا طرية كده وزبدة وتدوب في البق لما تاكليها. شايفة الجمال؟ لو عجبتك طريقة الكوارع النهاردة اوعي تنسي تنزلي تحت الفيديو تضغطي سبسكرايب اللي هي اشتراك باللون الاحمر، وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك مني اشعار بكل جديد. كمان ما تنسيش تضغطي لايك وشير، واشوفكم على خير بإذن الله في الفيديو القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.